ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر وال طلابي الأعزاء في مدارس المجد الأهلية مادة الفيزياء الأسبوع التاسع درس هذا الأسبوع بيتكلم عن الفصل الرابع إلكترونيات الحالة الصلبة Solid State Electronics. أهداف هذا الفصل أو أهداف هذا الدرس: الهدف الأول أقارن بين المواد الصلبة حسب توصيلها للكهرباء وفق نظرية الأحزمة، أصف أشباه الموصلات النقية وكيفية معالجتها، أقارن بين أشباه الموصلات من النوع N وأشباه الموصلات من النوع B. نبدأ الدرس. الهدف الأول أقارن بين المواد الصلبة حسب توصيلها والكهربائي وفق نظرية الأحزمة. الدرس الأول بعنوان التوصيل في المواد الصلبة Conduction in solids. نظرية الأحزمة. نظرية الأحزمة أول مرة تسمعوا عنها، بتتكلم بتصف التوصيل في المواد الصلبة كاملا على شكل حزمتين، حزمة تسمى حزمة التوصيل وأخرى تسمى حزمة التكافؤ. فنظرية الأحزمة تتوزع الإلكترونات المادة الصلبة في حزمتين، الحزمة الأولى تسمى حزمة التكافؤ والحزمة الثانية تسمى حزمة التوصيل. بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل فجوة تسمى الفجوة الممنوعة، كما بالشكل الذي أمامك. حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل بينهما فجوة ممنوعة. نقارن الآن بين أشباه الموصلات على حسب أو الموصلات وأشباه الموصلات والعوازل حسب نظرية الأحزمة. هنقارن من حيث التعريف وحركة الإلكترونات وحزمة التوصيل وحزمة التكافؤ والفجوة الممنوعة ورسم الشكل وماذا يحدث عند تسخينها. أولا الموصلات. الموصلات هي مواد تسمح بمرور الشحنات الكهربائية خلالها بسهولة، وحركة الإلكترونات فيها عشوائية لزيادة عدد الفائض من الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير. حزمة التوصيل بتكون دائما مملوءة بالإلكترونات، وحزمة التكافؤ أيضا مملوءة بالإلكترونات. الفجوة الممنوعة بتكون أقل من 1 إلكترون فولت، يعني من 0 إلى 1 إلكترون فولت. طيب الرسم: حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل الفجوة الممنوعة بينهما معدومة. خلي التسخين. العوازل. العوازل المواد لا تسمح بمرور الشحنات خلالها بسهولة، وهذه حركة الإلكترونات لا تتحرك أصلا. حزمة التوصيل بتكون فارغة من الإلكترونات، وحزمة التكافؤ بتكون قليلة الإلكترونات. طاقة الفجوة الممنوعة أكبر من 5 إلكترون فولت، كما بالشكل. حزمة التكافؤ أعلاها حزمة التوصيل، بينهما الفجوة الممنوعة كبيرة مما لا يسمح بمرور الإلكترونات. ننتقل إلى الشيء اللي يهمنا، أشباه الموصلات. أشباه الموصلات كما عرفتها نظرية الأحزمة مواد تسمح بمرور الشحنات بعد معالجتها، يعني هي لا توصل إلا بعد المعالجة. حركة الإلكترونات بتكون محدودة، حزمة التوصيل قليلة الإلكترونات، وحزمة التكافؤ مملوءة بالإلكترونات. يعني عندنا إلكترونات كثيرة بس لم تصل إلى حزمة التوصيل، موجودة في حزمة التكافؤ. طاقة الفجوة 1 إلكترون فولت. الشكل قدامك هو شكل وصف نظرية الأحزمة لأشباه الموصلات، حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل بينهما الفجوة الممنوعة طاقتها 1 إلكترون فولت. ماذا يحدث عند تسخين الموصلات؟ عندما أسخن المادة موصلة زي الألمونيوم زي النحاس، عندما أسخنها تزداد الطاقة الحركية للإلكترونات فيقل توصيلها. زيادة الطاقة الحركية يزيد المقاومة فيقل التوصيل. أما عند تسخين أشباه الموصلات، وهذه مهمة جدا،
يزداد توصيلها عند تسخينها، تزداد الطاقة الحركية للإلكترونات فيزداد التوصيل الكهربائي. أما العوازل لا توصل أصلاً الإلكترونات. عايزين نفرق علمياً زي ما درست في الكيمياء الفرق بين أشباه الموصلات والموصلات والعوازل. الموصلات هناخد مثال الصوديوم عدد الذري 11. العوازل زي الخشب لا يحتاج توزيع إلكتروني. أما أشباه الموصلات وهذه اللي بنستفيد منها زي مثلا السيليكون SI عدد الذري 14، لو جينا نوزع الصوديوم توزيع إلكتروني حسب الترميز 1s2 2s2 2b6 3s1 مستوى الطاقة الأخير اللي هو 3 يحتوي على إلكترون واحد حر، هذا الإلكترون يجعلها جيدة التوصيل. أشباه الموصلات لو جينا نوزع إلكترونات 14 1s2 2s2 2b6 3s2 3b2 مستوى الطاقة الأخير اللي هو 3 يحتوي على 2 زائد 2 4 إلكترونات، فأربع إلكترونات يجعلها لا توصل إلا عندما أؤثر عليها إما بالحرارة زي ما قلنا بالتسخين أو معالجتها. تعالوا نشوف أشباه الموصلات النقية وكيفية معالجتها. إذا انتهينا من الهدف الأول المقارنة بين المواد الصلبة حسب توصيلها الكهرباء وفق نظرية الأحزمة. يا شباب بإمكانكم أنكم تعيدوا الفيديو وتشوفوا تراجعوا برضو الدرس. الهدف الثاني أصف أشباه الموصلات النقية وكيفية معالجتها. أشباه الموصلات النقية هي مواد توصيلها منخفض جدا، تحتوي على 4 إلكترونات لكن توصيلها منخفض جدا لذلك مقاومتها كبيرة جدا. طيب النوع الأفضل إن أنا أعمل لها معالجة وأعمل حاجة اسمها أشباه الموصلات المعالجة، معذرة هذه أشباه الموصلات المعالجة. أشباه الموصلات المعالجة هي أشباه موصلات نقية لكن مضاف إليها شوائب لتصبح موصلة. طيب أشباه الموصلات إما أن تكون أشباه موصلات من نوع N هنعرف، وأشباه موصلات من نوع B. ما هي أشباه الموصلات من نوع N؟ أشباه موصلات من نوع N هي كانت أشباه موصلات نقية زي السيليكون، يعني مستوى الطاقة الأخير فيه 4 إلكترونات، تم إضافة شوائب خماسية، ضفنا ليها شوائب خماسية، يبقى أشباه الموصلات من نوع N هي أشباه موصلات نقية مضاف إليها شوائب خماسية مثل الزرنيخ. الشوائب الخماسية بتعمل إيه؟ ركزوا معي في الصورة. الشوائب الخماسية طبعا السيليكون الرباعي والزرنيخ خماسي، الخماسي يتحد مع الرباعي ويكونون 8 إلكترونات بأربع روابط ويبقى إلكترون، ويبقى إلكترون يعني 4 روابط 2 4 6 8 بقي إلكترون. هذا الإلكترون حول لنا شبه الموصل الذي لا يوصل إلى موصل، ويكون المسؤول عن التوصيل في هذه الحالة هو الإلكترون. المسؤول عن التوصيل هو الإلكترون الفائض. طيب نروح لذلك سميت إن معناها نيجاتيف، نيجاتيف لوجود إلكترون سالب فائض. طبعا أنا لا أضيف قطعة واحدة من لو ذرة واحدة من الزرنيخ أضيف عدة ذرات فيزداد عدد الإلكترونات الموصلة. أشباه الموصلات من نوع B هي برضو شبه موصل نقي رباعي التكافؤ أضيف إليه شائبة ثلاثية، فكوننا 3 روابط بقي مكان فارغ سمي هذا المكان الفارغ بالفجوة. فشبه الموصل من نوع B هو شبه موصل نقي مضاف ليه شوائب ثلاثية مثل الجاليوم. نشوف الصورة، السيليكون مادة نقية أو الجرمانيوم نفس الفكرة يا شباب، السيليكون مع الجرمانيوم أدي 2 4 6 7 بقي مكان فارغ يحتاج إلى إلكترون فسمي هذا المكان الفارغ وفق نظرية الأحزمة سمي بالفجوة، فأصبحت الفجوة مكان موجب الشحنة فسميت أشباه الموصلات المعالجة بهذه الطريقة أشباه موصلات من نوع بوزيتيف. إذا لدينا
نيجاتيف تحتوي على الكترونات فائضه سالبه، بوزيتيف تحتوي على فجوات فائضه موجبه. اذن يا شباب اليوم درسنا اشباه الموصلات والموصلات والعوازل حسب نظريه الاحزمه، قدرنا نعرف الموصلات اشباه الموصلات النقيه واشباه الموصلات المعالجه، قارنا بين اشباه الموصلات من نوع النيجاتيف وهل مسؤول عن التوصيل والالكترون، واشباه الموصلات من نوع بوزيتيف والمسؤول عن التوصيل هو الفجوه. نشكر لكم حسن الاستماع ونشكر فريق الاعداد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخره، بين النجوم وفي القلوب موقره، اعوام عزك لا تشيخ وتمحي، انت البهاء وانت انت الاسره. قلم الحياه هناك يعرف مجده، والفكر وال